مثل اسمه لحفه مره عندك مثل لام ازرف لو مره فيسون المغرب يتسنات مره فيسون ارتديت بوسجات مثل السفاد نهضر ادنو غار انيس المدنقي يقنطرون وسنقي دي تمرت الناغمي عطاسس المدنق الحونكا الحان تورا هكا حفصن دي بودوا والحان سيف قايت الحون البند نيس نروح للجزائر باش تسفين غير نسن وكذا قالت مثلا ماذا قال قلنا المغاربيه نفرنسا الصوت نسن وكذا يقول انا الصوت تموت الناس نصوضي من دبار تموت لنا وكذا مثلا نفرات الناس تقول حلاش وي السين بوهي البوساكي وفاد نهضر قول حلاش بوهي مزوارو وسان فاد نزميت السين حلاشنا حلاش مزوارو فاد نغال رفض حاجة مقاتل قوت نو سناكي عطاس بمدانين معروفي ضد نيت نزرا مام ميسي وكا فوتبول كيك لعب ضد برشلونة تحوزت الفضيحة كي تموت لنا عطاس مدانين تحوزت وتقط فلاس وول وسناكي الفضيحة كي قرناس بنما بيبر نعطي ورقين بنما اسان فان فما شو قلنا في الفضيحة كي انو امكتف ذا واش المعنى نس ونكوني ذاك المغاربيان فا ادنا وتمثال تاكي باش نكون نسيل زينان فاهم اكزاكتومون واش كنا نفير تمثال تاكي وش الفرحه مقارنه مثلا يسمع سان ساعه وكذناك مثلا فرحه تاع تعليم وكذا مسنا ذا مسنا وصور دينا اكسبير فينونسي سي الجزائر سي فرحه تاع على زوف لك مرحبا فيك كان مثلا زيد فلك مس الخير مس الخير فلك كان مثلا تمزورت كان عني الفضيحه كي قالنا بنما بيبر اشي مي ديجا لا بنما بيبر وامك تامك تفدا لا امك تفدا سكوند عليك سيد باش يسمع ما سيكون هضره تسكو اذا هذا سيت سوجي ان بو كومبليكي تنفكش ترومي قريب علاش غالي في هضره دمك كي هو وي نو سكي كونسيرن يعني دو سكوند عليك لي بنما بيبر سي براتيكمون اون سورتي دانفورماسيون دون اجونس دو بلاسمون بور لي سوسيتي اوفشور او بنما pratiquement qui ce n'est pas une sortie un hasard c'est les journalistes ici de Bouffen c'est une divulgation d'informations délibérées les jeux là nous regardons des sociétés offshore bien les choses de nous demander exactement qu'est-ce que c'est une société offshore avant de discuter de ce genre de société les sociétés offshore là هاك مثلا فرحات عندنا غال يعني لا قبل عندنا غال لا خاطر تورا غال الجزائريين كلو غال سي دي زيكسبير فينونسي ما ميغمي صد هضرنا كذا في مثال تاكي عطاس بوان عطاس دي مودي جديدان ونسينارا دي لونجاج كيل تمورتنا تهضر دا في لي كومباني اوف شور تهضر دا في لي زاكسيونير نهضر دا عطاس ليفازيون فيسكال يعني ان شاء الله عطاس غال مو بار مو نفهم شو المعنى اللي مو ياكي أو اوكي تفضل في كومباني اوف شور كي اشنو المعنى اوف كومباني اوف شور اون جينيرال اوف شور اون انجلي سا بو دير يعني اور سيكتور اور كومبيتونس تيريتوريال سا بو دير لا سوسيتي غيني خاص بها بعد مورا جيوغرافيكمون ان ديبون با دو ميم بيي او بلون دو ليجيسلاسيون يعني سا براتيكمون دي زيكزونيراسيون فيسكال سا اون ريغل دو دروا سبيسيفيك زعما ضد تفرق شي نيت مول ديك اذا درت ديك اصفر كان كشورت مزير زعما ما كان كيني ذا كيني القانون تاع درت ولا حاجه يعني لا لوا جينيرال مي با ابليكا سواء او بلون فيسكال سواء او بلون جوريديك سواء او بلون دا كونتابيليتي دونك دات فيت مورا لا دون دي فاسيليتي pour créer ce genre de zone parce qu'elles n'ont pas d'investissement industriel, elles n'ont pas une économie très grande. On a aussi intérêt à la géographie, la surface géographique qui permet de développer des activités économiques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des paradis fiscaux, elles créent des territoires dans lesquels on peut faire tout ce qu'on veut en payant une petite taxe à l'épargne. Ça permet à ces pays-là de vivre. Mais pourquoi les grandes puissances elles ont accepté ça? Parce que le monde entier a besoin de zones qui sortent un petit peu du droit général et bien chez nous on a des remèdes de nos carrières d'ailleurs pour pouvoir faire des opérations secrètes, des opérations camouflées, des opérations financières qui sont destinées pratiquement à financer des choses qu'on ne veut pas que les gens sachent qu'elles ont été financées. On peut financer même des coups d'État, des déstabilisations, on peut financer des révolutions, des contre-révolutions à partir de ce genre de zones. Plus tard, quand on crée ce genre de zone de non-droit, c'est une zone de non-droit. يعني منطقة خارج القانون. يمكن نسيرك العالم أنت القانون ممكن. تيجي مش قال أجمتنا فرحة، تيجي مش قال زون فرانش. C'est plus qu'une zone franche. Parce qu'une zone franche, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de fiscalité, mais il y a le droit.
là, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de droit. Le droit international, pratiquement lui-même, en matière de transparence économique, de transparence politique, transparence de transaction, il est bafoué, il n'existe pas. Est-ce que c'est des compagnies légales ou illégales? Est-ce que c'est le droit de créer une compagnie offshore? En droit, elles sont légales dans la mesure où le territoire dans lequel elles sont installées, il a légalisé ça. Et en droit international, il y a une souveraineté territoriale. À partir du moment où le pays considère que dans ce territoire, on peut faire ce genre d'opération, elle devient légale de facto. Est-ce que les Tmoura sont légales? Comme quoi, c'est des zones indésirables, les compagnies offshore. Est-ce qu'il y a des pays dans des régions? Bien sûr, il y a des pays qui sont connus depuis les années 50. Il y a le Panama, c'était le premier pratiquement. Il y a les Bahamas, il y a les British Virgin Islands, les îles Vierges britanniques. Même en Europe, il y a des zones offshore. Luxembourg, les îles Percées, Lugano, Saint-Marin. En partie de Monaco, on a dans notre pays chez les Arabes, c'est à Dubaï, Fujairah, puis à Singapour, puis à Hong Kong. Il y a à peu près une douzaine de places offshore dans le monde que tout le monde connaît depuis très longtemps. Donc, à une femme, chez Zama, une compagnie offshore, normalement, il n'y a pas de problème. Toi, la fraude fiscale, ça veut dire quoi? Comment une fraude fiscale, avec une compagnie offshore? Par exemple, moi, j'ai une transaction avec vous. Je ne veux pas que tout le montant de la transaction s'affiche chez moi, dans mon pays. Donc, par exemple, on a un accord pour que vous me payiez 10 000 dollars. Je vous demanderai de payer 2000 dollars directement à moi sur mon compte dans mon pays normal avec ma déclaration normale et 8000 dollars moyennant présentation d'une facture faite par cette compagnie offshore. Vous avez le droit de la payer parce que c'est une compagnie qui existe, c'est un contrat avec une compagnie qui existe même si elle est offshore. Mais moi, ça n'apparaîtra pas à mon nom. Cet argent, il va être versé à cette compagnie qui elle-même ouvrira un compte qui n'est pas à mon nom. Mais c'est cette compagnie qui va verser à votre compte, qui est à mon nom mais qui n'est pas connu. C'est un cheminement. C'est ce qu'on appelle de faire disparaître la trace des revenus. C'est ce qu'on appelle une évasion fiscale. Il y a que les 2000 dollars. Tu vois quelle évasion fiscale est? Ça, c'est pour l'évasion fiscale. Mais maintenant, si on veut faire transiter des fonds par cette compagnie offshore pour essayer de financer des opérations qui sont clandestines ou dangereuses, je fais passer de l'argent directement de cette compagnie offshore par des recettes, au lieu de la financer directement, je donne un contrat à cette compagnie, je lui paie des prestations, mais réellement, elle ne m'a fait aucune prestation. Moi, je lui paie juste le budget que je veux donner à cette opération, je le paie à cette compagnie offshore. Et c'est la compagnie elle-même qui va le reverser à d'autres petites compagnies offshore qui, elles, vont financer l'opération. Et le paradis fiscal. Donc, il y a plusieurs cheminements. Un paradis fiscal. C'est un paradis, mais ce n'est pas seulement un paradis fiscal. Il est utilisé pratiquement partout, tout le monde, les services spéciaux, les terroristes, quiconque veut faire une opacité sur une opération financière quelconque, il passe par là. Et acheter la... Il peut faire ce qu'il veut sans apparaître. Et blanchissement d'argent, maintenant. Oui. Un blanchissement d'argent. Non. Comment est-ce que l'Amra Magui, il a d'accord le blanchissement d'argent? Le blanchissement d'argent, il consiste en quoi? Il consiste à ressortir de l'argent plus tard à son nom, sans qu'on ait vu de quel endroit il est originaire, de quelle opération il provient. Donc, si la compagnie, la société offshore, reçoit l'argent, un argent d'origine criminelle, cette société-là va le mettre sur un compte qui m'appartient réellement, mais qui n'est pas visible officiellement, il appartient à cette société. Moi, je vais laisser passer le temps. Les gestions, beaucoup de gens oublient l'opération. Il y a aussi les délais de prescription. Parce qu'en en termes fiscaux, il y a 4 ans de prescription. Et en termes délictuels criminels, il y a 3 ans, il y a 10 ans et 20 ans de prescription. Il y a des gens qui peuvent patienter. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas patienter, donc ils vont faire passer le même argent qui est d'origine criminelle par plusieurs compagnies offshore avant qu'ils n'atterrissent chez eux. C'est un circuit qui permet à ces gens-là de faire oublier l'origine de l'argent en ne faisant passer par plusieurs dénominations qui ne sont pas les leurs.
هي هاد نوغا لا 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 الفضيحة كيك حسن بيسكو السنغال ده هضرات اسف بوشوارب اشو اكزاكتومون لاكوزاسيون بوشوارب بس كيخدم حاجة ايليغال ما الا خا سي ان كومباني اوف شور عاد قالك شنو سي ان كومباني ليغال زعما تخدمض ليغالمون دي تمور النظام اشو خدم اشو عندك غلط بوشوارب ابارتير دو مومون اون ريزيدون الجيريان en Algérie, et à plus forte raison, un responsable politique algérien ouvre une compagnie offshore, c'est illégal. Vraiment, c'est suspect. On n'ouvre pas une compagnie offshore pour des revenus légaux. Quand on a des revenus légaux, on n'ouvre pas une compagnie offshore. Donc, en général, on cache les choses illicites et illégales. Même si la compagnie est en droit international légal, les fonds qui devaient être destinés à cette compagnie, s'ils étaient légaux, ils n'avaient aucune raison de faire ça. Il y a des choses les taxes. C'est pas illégal. Il y a des choses qui sont les taxes. Il y a des taxes qui la compagnie offshore. Ne pas payer des taxes en Algérie, c'est illégal. Mais pour un ministre, c'est immoral. C'est pire qu'illégal. Parce que le ministre lui-même, il ne paye pas les impôts des gens. Il n'y a pas de raison que moi, je paye un ministre avec mes impôts pour que lui, il ne paye pas ses impôts. C'est encore deux fois plus immoral. Est-ce que حالة cette compagnie offshore c'est pas par hasard. Est-ce que حالة بوشوار بيك حوزة الفضيحة قين على نيم دنيان نسي ديجا الجيريان تحوزة Je ne pense pas. Non, بوشوار il a eu la malchance de tomber le premier. C'est tout. Tous les gens qui font les mêmes combines, ils font les mêmes sociétés. Ça veut dire que الفضيحة مازال رزدات on peut avoir d'autres noms. مازال رزدات. Mais comme j'ai dit que la société, que la divulgation de ces informations elle a été planifiée et délibérée, ça veut dire que les gens qui ont planifié l'opération, ils peuvent l'arrêter quand ils veulent. Peut-être qu'ils ne vont cibler que quelques têtes, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Parce que ce n'est pas une opération qui est liée à des journalistes. Ce n'est pas possible que des journalistes, pendant un an, ils infiltrent une boîte comme ça au Panama sans que personne ne le sache. La boîte, c'est elle qui crée les compagnies offshore au Guinée. C'est l'une des boîtes qui crée les compagnies offshore. Les compagnies offshore, elles sont créées par plusieurs boîtes. Mais celle-là, c'est l'une des plus importantes, c'est l'une des plus grosses. Même Messi a joué à Barcelone, même Platini, chemin de l'Fréhagi, ou Gadagi, il a vraiment. C'est des joueurs, ils utilisent l'offshore. Gachimi, ils sont tous accusés, si vous avez coulé des Tmseltek. Oui, Guinéens, ils vont être accusés de fraude fiscale. Ils ont reçu des revenus qu'ils auraient dû déclarer aux impôts de leur pays ou du pays qui les a payés, en Angleterre ou ailleurs, ou en France. Donc, ils ont détourné des revenus qui devaient être taxés par le fisc de leur pays. Ça, c'est une fraude fiscale. Mais quand il s'agit des politiciens, ce n'est pas seulement une fraude fiscale. Ça peut être un détournement de deniers publics, ça peut être des commissions sur des marchés publics. En Europe occidentale, en général, c'est de la fraude fiscale. Mais dans les pays de l'Europe orientale, en Afrique, dans la zone arabe, c'est en général des commissions. C'est des commissions de détournement. Ce n'est pas de la fraude fiscale. Tu as dit que, d'après l'expérience de la maille, de la MCLTG du Panama, il y a une dizaine de régions de données. C'est le même rapport que nous avons dit. Il y avait une année, disons, quatre approfondies. Pour l'instant, les Occidentaux, ils ont divulgué Panama. Mais s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller sur d'autres places offshore. Pareil, sur n'importe quelle autre place. Mais pour l'instant, on s'en tient à Panama. Parce que c'est la plus grosse place et c'est la plus vieille place. Panama, c'est vraiment 80% des transactions offshore. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des pays européens ils vont activer pour fermer les zones gays, pour essayer de combattre les zones gays? Est-ce que c'est possible? Pratiquement des données, est-ce qu'on peut ils ne vont jamais les combattre, non, jamais de la vie, ils ne vont jamais les combattre, ils ne vont jamais les fermer. L'Angleterre a elle-même une place offshore à Jersey. C'est une île britannique juste au large des côtes françaises. Et en plus de ça, les British Virgin Islands, comme leur nom l'indique, c'est des îles vierges britanniques qui sont toujours sous la couronne britannique. Ils en ont besoin. Ces zones de non-droit ne financent pas que les combines des tiers-mondistes. Elles financent aussi avec les clandestines, elles financent des coups d'État, elles financent beaucoup d'opérations pourries pour le compte des Occidentaux. Et puis les commissions que touchent les nôtres, qui est-ce qui les verse? C'est les Occidentaux qui les versent. Donc pourquoi voulez-vous que des gens qui versent des commissions
vont fermer la source par laquelle ils financent justement cette corruption. Parce que dans une affaire de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Et c'est le corrupteur qui peut fermer les entranches. Mais s'il ferme les places de guerre offshore, le corrupteur il va faire comment pour avoir des marchés? Il sera obligé de trouver une autre combine. Elles ne seront jamais fermées les entranches. اي لا نزرا لا نسلا البرومي مينيس ناسي قرر الحكومه الايسلاند الى ديميسيوني است كون بو ساتوندر ان بوشرا ان بوشوار بمويضه الفضيحه كان تعوض و ايل فون ديميسيوني است سي بوسيبل يعني اللي تموت هنا نادي جامي جامي اي بابا ديميسيوني اي او ماكسيموم بي بواتر دي موشي سي سكاندال اريف ان دوغري وين با جيرا بار بانديتا مي لوي ميم اي با ديميسيوني سي با دون لا كولتور لوكال. Et on ne démissionne pas dans les pays du tiers-monde. Mm. On ne démissionne pas dans la culture des responsables de Mouregui. تنمير تيكيك مثلا فرحات ايت على تك صحة في المعلومة تيكاد في كذا كا تنمير تم قرات ايت مثلا اسمع لقد ارتك عرب وحريشة مزورو وقين فغا انفهم شو قناد في الفضيحة قين قارنا سألا بانما بيبرس نا اوراق بانما ناتي ورقين بانما يقيل فضيحة تم قرات يمي حوزة تاسي مدنين الالوف بوم دانو نيدي سفان ناكاكي بيبليك سفان كوم كوا زديكي سفان كوم كوا حمنا تامون سن ونسي دفير تامير لني كونتر سن ستاكور دام كي تسفهم سفان مانا دفار حتى يتعلي واش اشكرا سوطاس ات مثلا نعدل حري اروح ريش ويسين حريش ويسين ات مثلا اسمهم كي دنيا غانا دي ان صوت الصوت بوغديس انا الصوت يتموت النعريم تبرنا قيمي كثر من الالاف يمدان الحان سيف جاي تاع الجزائر فانا الصوت من صوت مسن ارمسا بن بريت سن سفينا لي ماشي الحق ديال الفطله من قران زند بونكا يمينو نطلب ان ناس نكوني نسا ليكسبيريونس كلاقون خدمه تاع سنين وسنين خدمة سيدي كونتراكتوال ونزرع شو الحقوق تاعني كونتراكتوال تمرتنا مالك راكني خدمن تورا ما سب نغبرت ناك باش تكمل من الخدمه كنون باش تغانم دي كونترا بيرمانون الى قلنا الى قاكونا تساعديم لي كونكور ماشي واحد ولا 418000 يمدنا ديك فاني ساعدين الكونكور في شحال 28000 لي بوست وكذا كي قارن يعني ماشي هذا الحق هذا البطل مقران وقلنا قبل لا الامر كي وكيني جانا الخمم تيك لينا قال الحونسي في كايت انا مدى الجالس والسيد اللي بغينا نربود حفص دينار الى من حفص من عند باش تكملون قيم دينار خمنا سيتين وما لان كرا خمنا ما من لا كراف دو لا فان سيكيت مثلا فاد نغالر وكذا يعني لو كيسون وان شاء الله والسنة قد الحونة كان يلي كل سنة لما تفرات مسيرتا كي لوكذا ما سابنا غبريتو قبل ما نعدانين في قوناات مثلا سعيون في روبورتاج مشتايخ ما نعتيد مثلا ياسين اسن سل وادن ولا غور ذي دونيث مدن مران أسلمات ذل ساسن تمورث ذوين إدي تساوين ثاموسني إثمورثينس ذوين إكسرسون الساس الجال إدي تنكارن ذوين إدي تربين إن مزيان أن تمورث غفاياقي ذي ثموراغ مدن مران أسلمات ذي سعان أزال ذو مكان لقاين ذي الساس نتمورثينس ماذن كوني ذي ثمورثنا أحريش لقرايا ذا حريش يظنن إخثار ني حريش نياكو النظام يالثي كلتين المذن تفن ديما ننسن رزون تصبحيث معنا ذي البالنسن ورزرين را ماذا فن في بورا الدينت نغي اللاغوين يسعان أغفل أما ذا سلماذ أما ذا خديم نظن ذي قحريشاقي القرايا ذي ثمورث الناغ أوري اللي يسقواس أورنع الداغ مبلا مور يغليق وغرفاز خراء مبوسا أوري اللي يسقواسا داغين المذن كفان أي نيلاق أذغرا ذي سقواس غفا ياقي في سداوي نتمورثنا ما تشيتي قادي سعان أمكان يرثي ذاك يطفن إموخاني من زاغ ذي دوني ثمرا أكاغذ قوسنا قي لان توالي يضرا أهاث أين أرد نظري ذي دوني ثمرا أن داغي سلماذن الحال كثار من 250 كيلومتر سي ثمنات نفقايث ألا ماضي الجزائر ثمانات أياقين بعد ميحفسن غفل خذما أطاسن بوسان معنا أولا شوي ديران إثي غرينسن ناغ أولا شوي ديفكان تمزوغت إوين لا طالبن خاصة كنس لحقن الحاند ياكو أياقين معنا ملحقن غال الزيار ثمان ناغث
وفند إغالن اللمان زورنا سندغار وفريث إواكنو تعدينا ران أذوالين إمضبارن وحريشاقين لقرايان وصوصلن ثغرينسن أياقية خطارة طلافن ألا غمكان أن داغر خذمن إواكن أذقافلن ثي وشولينسن أقلا غاد نقار الإدماج أنت رجل إدماجي كمسيو البرزيدون أقلا نكون الطبقة طبقة ثان قارود دي ثمور ثاقي طبقة ثان قارود بنادم تخلصنا راه عامين ثلاث سنين بنادم تصندي فرا بنادم تلوشين لصاشيين بنادم تلاوين 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 وسعنت هذا شال سنت وسعنت هذا شال سنت أطاسيك سن حفسن أرث سنارا ألم ما يلاغ وين إديران إثي غرين سن معنا غا كاثورا أطاسيك سن تلحق لحالا نصحان سن غروين أرن لقارا يا دراغ أين كاغث مورثنا أرث تسن تثفراث ألم ما غثروح ثروح ثبوم ذن أشكرك مثنى ياسين عطي الصحة أفور بوتجا قاعد يخدم في ثمتنا قفيس المذنقي يكتشوف لينا هناك دي قفردان قانون قفريد باشا طلفن الحق نسن وش الفرحة مقارنة يتمتن ساوكيدنا مثنى لوزي كامل وقذيون ديك سن ديون وسلماذ إسخارن ديف قايت أتان دي بودواو أتان أونغراف دلافاق مثنى لوزي كامل أزروف لك ومرحبا بك مثنى أجيك لوز السلام عليكم وعليكم السلام يمكن اليوم يزجيك هذا لان بالذات في الجايد رحنا على الجيد يمكن أصلي كونتراكتيال دي تخواد دي كتعيانس دي تخواد من سينال مو من الدام لمن أشيون بالناس لان تكون ويل وبسلح مرا بالتعليم بس كتخلين بالتعليم في القوان أتوحنا تهدين اسمه الكونكور كونكور إكريم نكونين قشو نخدم تليزان في ميكون فكتيال من نيات نكونين المزالان عن خدام ليكون كوريا كيف والأنشتاكي اشحال يوم استخدامات ونسيان فريات لكن ملك يسعى المحسوبية ذكا يسعى المعارف ذكا يسعى الاكتار أسيكا أسي مس لوزي يعني أدوغالا كان لكسوا جنونا إمي تفذام الراشد الأولو في ذو ونسك ما زالي كنكني العدد انه نقيمه كنيه اسك تحس مسندي مدان النار نعاون نكون ولا نكذ وندي تمثال تاقي يكونين بزاف يكونين ديزون في ميور كونتراكتيال وحنا نتنازل اش بلاوي الحق النار مي تجارة كيل اتنيد ديماري اتنيد ديماري تبدا يتلم في الدور الجاي لحقنا هذا شحال لولاية شحال ديزون في ميور شاك يور بزاف لمومبر ديزون في ميور نفاق ومعاشي لكي دينا عالكبير هندي عيونان بالزربان عما في الجايد عما في البورا عما في بومرداس عما في بدواو ومفلق جستان تعا من نفاق في كوريستيكي اللي نكبير هندي سنزان عيون مانا ديوك من دعني لسنديكا عيون مانا دعتي بالتزناء عكي مالان نحنسي يغني كذا اسمين لغنفين يوتيكيولير دعنا هنيس بالبان دينا شكاس أنا أنجراد بالبنوكي المعنى بقى عيد ونقوم بدون حقا شوان الانتجراسيون خنوية ايك مثلا لوزي كمال انزرا اعطاسي كشم نونجراد دلافان ثورا غور ونس يعني كشي نون بيرسون اشتقلي كونجراد دلافان ومن مرتحب سم لقرافا يعني لو كانت تكمل كتضول الحالات كتكمل ما كدي لقراف هل كنا نكون يقلا معك نقارن سامي دون أن كنا بنقار الجوع ولا الرجوع الإدماج أو الموت نكونين أن كمنا تأتي من النار المني وضغاط أنا كان أنا وضع عن رحيتي من النار أشكد نوي الحق النار هل تغالين عرب السير وانتو غالنا مثنا لوزي كمان ما هو شغل بذن عليك قم كانو كوذي وتروح على ساغة أنا أحرق مثنا سيج شعبان وقيدا عن أثان ذي الجهة أن إذا سلماذي انطارون ستاني أي طرف الحق يسمى الطلب مكون ويل حق نونك مثنا سيج شعبان أزول فلاك مرحبا يسكاك مثنا لا سلمة كما سبودوا كما وقت القسم أقل ديك الشيخ أقل ديك جرام مارشين خذام سحب ساعة مقبولي سلايا
Après, c'est notre deuxième, troisième journée d'ailleurs, c'est notre onzième journée depuis la transmission. أسي سايج فاك سقسيغ أسك إغال لما نموك نحبسن أنا ونسبا شو فقرا سامة لحقت الحوم شو ندنان باش حبسن كنا بوليس دين حبسن أنا بوليس دين خطفناش الاسم ضبطة الخبرية عن بوطن كل وليد بالدال شيء كانت نفسها نتوى تجمال بش من الجي أبري ديك بودوز نكون كمير مرة الجي واش كمل مع الجيسك اسك لان كانوا كذونا لي دي سانديكا تاعون كون اسك لان من دنتا ونداون الماكله تاعونا ودمان هم قدم من الامور هاك لا سلام كيما اش بي ضربي زمان الخضر كلمات مثنا سيد شافنا تاع السين مثنا هذه تنتيكه النظام انا غادي غلا غادي مثنا لوزي كماليك نكودي أقمتنا كما الفاكس قصيرة في المكلة أم كدبر مما نون دينا في المكلة فوما ناس كل غاشي تسأل غاشي دينا تاونا وند المكلة أم كتخدم نكمل بك الحاجة من المكلة أقضوا ما عندي الناس يعني شبه لدينا عزمة الحمد لله الحمد لله نفع شعب الجزائرين نزل في الخير لان تعاون تدخل من أما المكلة أما الأمال أما ماذا في السوق أما لا غوم يعني كلش نفل الشعب الشعب لنا أن تمر في الناس عيوننا نار نكوني المشكلة لنا لا شوف الدولة ما كان يجينا نسمو بس كاز مود الحق لنا زي هي خصوصا نكوني بصح سياسي الوزير كان يون هذا لازم هذا السقساك هنا لي كونتراكتوال كي السيستم ايدوكاتيف 23000 كنو يقول لكم ذاك المئات يعني دينا غالف نادينا 1200 بصح عندنا النويه هذا شي مدو سيناريو كي ذوانا شكون شي منوني وخدمنا لي ديزاكسيون هكا كامل تخدم كون وي لا سي كذا دي حق النار اذا تعن دور في كم قايد لك من دي فام اون سيات لك دي لان دي فام داني ماري ان دي دون فو ان سي سي سانتي يعني ريسبونسابيلتي مي انتيشنس اون جاب ولا خدمه تاعها اون بلوس دي سيرت بحق تاع سيتي دي زي الاكاديمي ناخذ من وقفات الاحتجاجات اللي تيكون بيننا بداو فاس الاكاديمي أجمعنا هاي دراسة أقليك إنه كذا وندينا أقليك دينا وكذا وكذا يتمثلنا هاي خدمناك على قرب دلافن يعني أسكي هذه نيجوسياسي وأسك ما سبنا قبلش قاع وندي مثلا باش تهضر إنه كذا ولا ولاش ولا ياو كان كونتاكت خاطي تلك واحدة هي وشي علم ما تحدوش هذه الزاويه يعني من لا قرب دلافن فون دي زونسيون كي سون بون قرب دلافن إذا مر الحال هذا كدرنون شراء الخرطوم إذا كدرنون أن تفضل إنه العباد كشمن غلقة بلافا على كل حال اثنين طرايا سنسن علي رفيجي إن سيريا إن أفريقيا عندي تسال دي في ملاك مخزاف كبرا كيد سبينا المعنى ملاك كشمت على الداخل لك أبدا في إنسان كفي للجهد إلا مازال سعان القوة كملا عشان ما يدوين الحكم. نصرا مسا بن غبرت هذا رد كذي اللي راديو الجزائر هذا دمامة الزارات الجزائري ناد فناد على انسيستيت ناك مكوني الديسكو اسمي سلا ليزيك زعما قيلا قاضي اللي نزمر انا نغال ردفير بالصحة نفكر لي بوان وكذيك سان ليكسبيريونس وكي ابارامون وكذا ولا سانكارو كون وي يعني اسك مازال سير باش تسد المرة يس اسك تسجم السلالة دي الشميمانيس نعم مسبوت في لقاء نعم مسوى المكاتور. عندنا يوز انتبهوا في تنشتا وتسعى لنا الرأي لكن ثلاث مثلين لا يسكن ما تبغي تعد عونس في البرمي مينيستر نال برزيدون لا ريبيبليك في الوضعية الناس عون تعطيني تسعى لنا الحق وش الزمن لا ديسيزيون لا انتجراسيون تنمي تقوم ان شاد صارا يا خرويات ممكن يتورا نغالو سنتحسي سارا دونك اخلاق مفرج و داش راه ديازور و ندبر مزوار و نتمر تاهي عبد الملك سلال نيغ عبد العزيز بوتفليقه. الى مرشا كي تحبست انت هذه بدوا واسك مازال دي نيغوساسيون بالك الحمر الجزائر نا ذاين تحبس من دي بدوا
واتقيم مدينة لما كنا خلاص محبس دايا ولي بوست سيكوريتي قوم انا غسلنا نعدي نكني زلش يا اخو نكني غير انا نغسل بلاطون فورس سيرفيس سيكوريتي نقيم ونلقاكم ديسيبيليزي اون ريزيس اون اتون اون ديسيزيون ساج ديالي دبر نتمر فيه ايوا كان مكوري هو الذي يوي الحقيت كل موند غادي يفرح اخر ما لا تعدى الشوية تمشي طويلا اي شوية غاي شوية سيكتور ديليكاسيون اخر ما نخسر في المرا يعني الا الوقت اللي يعني اذكر انه الزمن القرار يدي ويا الزمن الشوية كان باين قبلت هذه يفوت الحال فرق ما يفوت الحال عن نخسر المرا اي كفر انا قد سيرسيت اسك الحسم يعني ان سيبور اي كفر ان لا لا سيرسيت لي بارتي بوليتيك سوا لوبوزيسيون سوا اي كفر ان الناس كي يادي دي سيبور ديال جاي غار غورون اعطيهم صحة خلي كبر ما يديو سان ان لو اكستريمي لو سوتيان او زونسيون كونتراكتويال كارسن البي اس بي حماس البي تي الجيل الجديد الفرون المستقبل il y a des personnalités, des enseignants, des syndicats de l'éducation à Tlandine-Goutiana, y compris les anciens syndicats de l'ICNAS, اكبت نادي لاشور كان قيمو كودين يعني كنت روح راسي غد وغلا مثلا لوزي كمال مكيدنا وقيد سان كونتراكتي ولا ثانو غراف لا فان اكبت نا كمال كانت صمض عاد قضى اني ما جا المورال نون ام كي قال المورال بوكا دقيق نادي ناس كسام ثقه اسك تحس يعني تكمل مشوار من ماذا ان ماذا بوم الحق نون هذا في دام يوعى شي طاح نكنيه كن بنيخ اقل ما ذكرت قلنا دي بي دي واي المجال الناغ نتاع اكثر عن كن المورال الناغ اذا شو انا بدي احنا نزيد بك ني انا خدم نمشي نمشي ندير قدو تاع ما قريتو اقل انا رفع معيا انت تشوف ني كن المجال انا غنبدا في دار من الناغ ونزل حق الناغ على منا وضعها هاك ما تنالوز اذا شفت حق الناغ انا بدي نواز انا انت جراتيو اتي بناوي تنميرتيك مثلا تنمير تم قراتك مثلا لوزي كما هذه لاربو كدون وان شاء الله هاد الدوام الحقن وانا اعطيك الصحه ايت مثلا تنوقدنا كما ايدي راشور ثاني فار ساغه تمثلنا ثاني زين الدين حد جو كذا سلماذ ولو سي با زان كونتراكتوال دي سي تو غيرت بواطيت باش هاد يفهم اشو العلاقه نهني سي كونتراكتوال كدو كذا كي نهني يعني كسان لي كونترا بيرمانونسي زين الدين حد جو زول فلاكم راه فاش كاك مثلا مثلا زين الدين حجو الله وبركاته اتمنى ان الكلوك دي وجد عبد السلام اسلام عليك يا مثنا انا نزرت ورث لي كولاغ نون ولو سي دي كونتراكتوال هذاك سان الحون طلب الحق نسون يكون بالك كنت حوز زرت مسال تاكي بيسك وسافونات با كونتراكتوال يعني ادماج كامل كوني سام بصح شكون لا ريسبونسابيلتي نون ان تعاون مولا مورا المو شو العلاقه نون كون وجد وكذاك دون بسم الله الرحمن الرحيم العلاقه كنيه السن تلقاها كلشي اوبليكاسيون اذا كان عند نيه السن سواء كوي ملزم سورتو لي سانديكا لونسينيمون والحمد لله عطات لي سانديكا هادي في الشيء سوتيان السن لا سوليداريتي السن اون فيرا تما تلاقي لي كونتراكتيال باسكو انت عايشين ناس كي بالك عايشين في كل زيك وشنو هو الكويبارا يعني غنخدم في كل اللي انا كنخدم لك السن ما زدنا يعطيهم صحة طص 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 بدنا نفص من البطل طص كذا كذا تعديلك يخلص من البطل ومدنا كل شيء هذا البديل من البطل صحة كيون الحكومة كيون الفوهوار كيون الميدس واسمه زبوت نرى يغو فلان المستخدمين الناس هيا كنت ولا كذا شيء ذاني صفرحا شين أوبري ما سكر قادك الأوبري ميل سكيت الله غالبه ولش دراذن الرد الشعب الحمد لله الشعب اللي زاد صوت لو يعني وتواني مو يزمر نكون في نقل عيد ونواز نفكر فوز القران سويني ساعة اون بليس هذه اللي تشبه سوليدير يلسن صغيري في مولد نكون انا برنا كنت داوني زربان الزن وداوني حق لا تيكيباريزاسيون ان شاء الله وسؤال كنقرا كذا بور
يعطيهم الصحة سنين وتصبوا كقرار كل شيء ديال التاريخ السنوات وخلوا تراك لعيد وان شاء الله. بصح سنتين يعني معلش اك دينا شو تقان كريم ذا على كل حال ما مرغون هذا قد اول تليلي هضرون ديناك يعني اشو البروبليم معلش راه ساعدين ما يلاش عن اكسبيرونس تم قرات ساعدين ليكزام تيداون ما يلاش ديجا ساعدين ليكسبيرونس تمثال تاكي اشوني من عان باش ساعدين الكونكور وكذا اول كريم ذا يعني اش كان الاول كي يسعى يسعى المعقول شويه قررك انت كده لا تحق اريدها اريد بها باطل زعما بلا كده كان يقرر مثالني الكسوا تخص التيسود انا اللي خدم اليمين المشكل هو رغم ماشي الكونكور المشكل هو كريديبيليتي من الكونكور انا الكونكور ديال التيموس الجاي صعب كريديبيليتي نص حاجه جدا انا كا لعيبة داكية رحنا ساعدين نبرو بلي كومبيتونس السنة ودار حق الكونكور بإذن الله وشنو هو تضرب في فرق الكونكور بتموتنا وسوالي سيطة كريديبيليتي ما قرير ساعدين الكونكور نضرب في فرق كتاوين وانو تعدين انو تتاوين وقد يوي رفامينس وقد يوي رشوينس وقد يوي دوك اسمه زقيدنا لكوفاكيوين تقيقو ساعدنا لكوفيوس بزيل الوزيرة دوك اسمه وقد يوي هذا كده هضوركي أمر كتموت من القانون كتموت من الحقين الله والصح حسين كنا نساعد الكونكور بكذا تخمر لك هذيك التاجي ولاش كونفيونس ولاش الامان نظرا في تعدي لي كونكور اك ما تنازين دينا معلش اك ما تنازين دين مو شغلي في قيمو كودي حسين اك ما تنازين دين عليك قيم كانو كودي هذا غالا اك ما تنا يدير عشم كنا وقدم دبار لا كلان على كونسي دي ليسي دالجيري اسي دير عشور يعني كونو اون طونك سانديكا اسك يعني كونو توغيم الكونكور كي بار برينسيپ توغيم الكونكور خاطر سان ليكسبيرونس اللي قال عندي ديريكتومون تيتولير نا خاطر سان مال الثقه ديال ليزيكزام يا كي ولا الشروط تقلق شوف الكونكور ممكن الحبال ونصغر ديجا وكاد سيليكسيون تي سليم ما يرضوا عنا بدون الصغران من الحبس صار ديجا على الكاس نغامين واش الكونكور انا استخدمت زايد مخار مخار مبدئيا الكونكور هذه قيمة هذه قيمية من الصغر ماطي يعني الصغر دي جاو داك نيو غادي تنقري ديريكت مون لا خاطر قطع الترضية يوحوش 50,000 للشيخ الدخول يدي سدون سبتمبر يدي سدون دونك 28 ملايين مالاش نرنو في 20,000 كونتراكتيات يعني 22,000 كونتراكتيات من ثم نخدم من لونتري سون كريز دونسينيون ماشي ديال الخوف نيغا بلا ما نمشيو ديكتي لنا باللي كليبوس ديال الكونكور سوا لوزان لوزان سي مليان غنشتا نعلم ولا تلا كريديبيليتي ديال الكونكور مي ماشي دابا نشتا نسجل من لي كونتراكتويال لي كونتراكتويال القرض ديال الحق نتم اسوا ديك الريتين دارت كونتوغيل سي رونتر تي كراك قبل نامبورت كان كونكور من بعد الكونكور هادي ما كيجيش تيزن انا ديك الشمال ونحتاج كونتر الكونكور الكونكور هي انا اللي بدون الكاس الدواء مهما لي ونخدم ديجا في الكاس عمليا وين احنا خاص الانتيغراسيون تدار السيكتور هو جدا ونحوجنا الكونكور واش هو هذا المجال الصغار باسكو لو كان وسن الصغار قال خليت السيكتور نسمي حبسين في الكاس الدواء نصرا سيدي راه انا ارش ارونا ارونا صرا وسنكو غانا اللي كول باش هذا عندكم من القرايين سن كونوا يعني لي كونتراكتيو لي كاتاسيس بالك هنا كون غريف ام كتوري متورا التروزيام تريماس تاعي ام دينا سات بريباري الباك سات بريباري لا سيزيام سات بريباري ما سات بريباري لا مويا على على ام كتصح لا حاجه لان كنتمنى صبر وقت عاد صون كوراج بوليتيك هذا البريمي مينيستر هذا البريزيدون لا ريبوبليك دا بروندر سات ديسيزيون كوراجوز واش نربح مره واش نربح لك وقت جريا احنا رنا الويكند هاي انا واحد الخساره للتروازيام تريماس انا واحد الخساره وحني دنبراك الديبي بلاني دلا ستابيليتي ديكل وحني قلنا
هذا راه كلش قلتي لي لا القرايه لا اللي ديك زمان لا ريان ديتو وصفه دالو في الخسر مره بصح عاد زين بنيات رجلي دالو باذن الله قلبي كان يشتغل واد كان فوق الدار واش نقول له الوان هذا روح يفرح تمر تستنى اللي كل تستنى وغاش بالحال المره قيم كو ذاك مثلا ايدي راشد عليك قيم كانوا كذا دوغالا مثلا زيد الدين حجو اكيد نواقي وتعنا لا ديريكت ما تمسال تني با كونتراكتوال سي زين الدين حجو سلا ذيك مثلا ايدي راشد كي قال لا غريف زعما لا تكمل وزعما ما مساعدنا على بالك الباك ستون مناس خطر ما كملنا كاي راين غريف جينيرال سكونو يعني لي تيتيلارس كفزات بري يعني اتشكشمم دي لا غريف تعاون مو كذا كاسكيو راه ديجا بال باش تخمنا غريف كون هو ثاني ميرتي كازين دين حاج جوا كذا سلمسي ثوقيرت عطيك صاغ مثنى مثنى دا ديغا يغادر غونك مثنى سيج شافان وكذا سلمدي نطرون لي تمثال تاكي تانستان كونتراكتواليك مثنى شافان عقلك وكيدنا مع السلامة اقلع بيزهم شافان السلامة فلك اك مثنى شافان انسلد يعني لو ريسك انا لو ريسك ما تكمل فلك كي ما تكمل تمثال تاكي الزمانه ما تخدم من لا غريف تكمل من ديال لا غريف ولاش القرايه اسك تو قد مرا يعني بافلي افلي في يمكن نون خطب من غبيت لا مناسيت نيك ون يخم لا غريف البوت لي سونسي داو لي رومبلاسون اسك لا مناسيت تو قد يعني فلاس اش قلنا هاك مثلا يعني كيف بور مو بيرسونيلمون دابري ميم انا شو دري غايت مثلا ودي في لا ميزون سي ميغدان ديال نافيغي غير مشينا يا خلا عند فندان قيمه كي عندهم تحبس الحكومه كي اقلا كي بيرسونيل كلين ولي بريك اقلا ديميسيوني تو سال انتيغراسيون كي ان كي مام قلا رونسينيمون و تو سال انتيغراسيون تقلالا سي بور سولا انا ديسيدي ان شاء الله اون فاسير الماكسيموم داوي الانتيغراسيون قال هذا حاش ندوس على الانتيغراسيون ما جمعنا عندك انا انتيغراسيون كيف قارنا قومان جمعنا قبل ونكمل ونكمل نكير باش نكمل الفورا تسمى تولي تهضر مدام لا مينيستير تهضرنا تهضر بيرسونيل مون بور موا سا ندير ريان يعني كي لو كنا تفهم المورال نون هضره وكدي ون ماس لوزي كامل كنتينا مكتوا هذا المورال لا تروب ام كيزما دينا ولا كي المورال بويم ذا نكخ من لاكراف دينا الجان اسك سام سام النيات قيم دينا لما بوم ذا الحقن ونا اسك لا ذا انتجا الخفر ولا ونا الفشا نامي انت اذن يغاق مثلا انت نقل اغضي مرقلي مرقلي ناعية لا فاتيغ 11 جور ندم في برا ندم في كارتون ايوا الشيخ يلقى في الكارتون ايوا الشيخ يلقى في القاع ما لقينا فاتيغ ما لقري يا الماجوريتي باش نخدم من غريف دو فان انا شدنا ان شاء الله داوي حقنا مي لو مورال توجور او ان شاء الله يمكن مورال موني بري نكمل حاجه من ويز ان شاء الله الانتيغراسيون باذن الله ونديرك من جمع نسرح انا نخدم اسم بلا ماش 250 او 260 كيلومتر في الفيديو رضيع بدوا ونبيع في المكان
ونو تسمى حالك كي كان قالوا مثلا حشمه بالانتجراسيون اي مثلا شافنا سقسان قالوا كان وي من زرا لا مسبنا بريتا بارامون ستخقان يكوني سي ارنيا او نفك او دف كلي بوين اف ليكسبيرونس نو شي ما سي 3 زون ديكسبيرونس ما نفك 3 بوين تسنوما في ليكزاماغي اسك الامر ما جيز ولكن يعاون انا تبد المراين ون ناغاد فغام الحقيون كان الا قد صغار ما تيغراسون ولا شو والو ولا شي حاجه نيض يمكن 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 كان عندنا انتقال صلاح نقرا على البوست ما نخدم الوش في تراجعنا تراجعنا سي قلنا الضيور من الوش اللي زين لنا وصافي لنا قال لك الشيخ قال لهم تراجعوا زقونا تقلم الناس ما كان عندنا انتقراسيون باذن الله هذه النقطه يكمل متساهل انتقراسيون كبير جمع نقرا لونسينيون هذا صاف دير لي بوا الا لي بوا تقدر مدام مدام المينيستر بن غبريت صاف لا با دو سونس سو التيرا ما نروح نتعدي الكونكور وتسعر الماء وتسعر القيمه ذلك كذب فبدينا كي عين نخدم غير كي الكاتروني 50 ادفع مليون واحد 2016 كيف كيف اطري بدنا نعلم شتي تدو لي كونكور ديك سمو نعلم انت كي تدو الكونكور سمو سنا توجور المعرفه من كي تشري لا ديك المعرفه اورا لي 3 بوان ديك المعرفه لي بوان جي ما ديش ان بوان خاطر باش ديش ان بوان لازم تخدم تسجل في سبتمبر المي المودوت يمكن يخدم المليون ديال 30 جوان صافي دير لي 3 موان مي اكس كان 0 75 صافي دير من ان بوان ماشي خدم تخدم في الناس علاش ان بوان يا 0.75 سي بون سولا كاينين اون ا ديسيدي اون شوز مسوات لي ديمارين تحت ديالنا نمشي نعرف شويه الحاجه كان l'intégration sans condition sans condition l'intégration condition tak sag maintenant c'est chaban wa gam kidna hada sel madi ntarn fi qalon na gima sabna bret ad gala gad fou dik batna idir ashoura ayk maintenant idir ashoura mazalko kidna amen eh ayk maintenant idir va kit tqsa ghania ad sel dak ayk maintenant va kit tqsa ghia fi le secteur va kit tqsa fi le secteur nizan khatar kono le syndicat non دوك لي سانديكال سناباب و لي سانديكال كلانداكي كلان يعني دي لا مارشا كي ساولم دوتر سيكتور باش هاد السم باش تعاونهم و كذا كاس كو سانت يعني ناس تحوس مي دوتر سيكتور كي سون كونسيرني يعني و سانت باش هاد هاد و كذا كي هاد الدنيا الموفمون بلا ما نساول لا توت لا سامباتي نيسيسير لي سيتوايان كان زعما كانك ديني غير سلت معايا كان لاند 21 الولايات يديت بريباري ما ديماري خاتي لا تستافامون قلوي لها يا الجزائر ردت ما لي زونسينيو اي كونتراكتيال واش هذا دعما واش نعاونا واش داوين الحق الانسان اي كومبري لي سيكسيون سينديكال سيكتور ايكونوميك كي لان كي داك ني ديك لاعب تاخدي ساكن تضامن بلا ما نهضر في داك ني التربيه يا كان يخدم ديجا الله قريب ومازال يتم الحاله بارتير لا سمان بروشان عند الذكر تاع اون غراف اللي ميتي اخلام في مشوار كرامه لي تيتولير نورمال لي اون غراف كي باتوشي ياكل لي مام لي تيتولير ديجا حتى حتى خلى الولايات الشمال يلا غراف دي جورني دو سوليداريتي كامل جايد بويرا البيض ورقلا حتى خمنت اون جورني دو غراف دو سوليداريتي اي لي كونتراكتيال ما الا كملت هذو حتى هكا اذا الناس الاثنين نفس ما بروشي الاثنين ناس لذا عزم الحلان كشم لقرب إلي ميتين ترمير تيكيك مثنا يدير عشرة تيك الصحة ترمير تم قراتها ترمير تيكيك مثنا دي لار بوكو دونا كلي بوكي قنادي نام كي دينيك مثنا عرفا شيركا يقار داك يقار فوزك فوز تاعكم ثاتو فسوس يعني ما لا تعاونم قراون شلا داوم الحق نون قبل ما نعديت مثلا يستمع قبل ما نروح بغاكم راك نجاو كذا ليفي على الصوت هاكي بوكي لا جيم كسار كيظن ذي على ذي قوم كان سنان داك لاك ذي بودواو نعود نعطيكم الصحة ما تقاموا كي الناس شكرا طاسي تمثنا هاديك شمن الساعة في كان تمغني سنة شكرا طاسي تمثنا فرحة تاع لي غادي تفهمن شكرا ذي فيرت مسال تاكي بنما بيبر نا اوراق بنما نا تي ورقين بنما فضيحة هاكي تحوزا عطاس يمدبر ندونيه وعطاس يمدبر تمرتنا ومازال
ميم فرحتي تاع لي نيك مازال تكشف 14 امور قوس انا قاعد يلحون عندي نعطيكم سايت مثل ناس ما قمنا نربي. السلام عليكم. Sure.